الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. وانتهينا في كلامنا إلى أن الحق سبحانه وتعالى أعلمنا كيف خلق الخلق كله، خلق الخادم للمخدوم أولا، فخلق الكون بما فيه من جماد وما فيه من نبات وما فيه من حيوان، ثم خلق الإنسان ليكون سيدا على هذا الكون، أي أن الكون كله يخدم ذلك الإنسان، وجعل في أسباب الحياة ما يخدم من استدعاهم الله لهذه الحياة، سواء كانوا مؤمنين به أو كافرين به، لأن الذي استدعاهم لهذا الوجوه هو الرب الخالق، وما دام قد استدعاهم لهذا الوجود فقد خلق في الكون أسبابا لاستبقاء حياتهم واستبقاء نوعهم. ومن الغريب أن يخلق الله أيضا استبقاء النوع حتى لمن كفر به، لأن ذلك كما قلنا عطاء الربوبية، وعطاء الربوبية عام للمؤمن وللكافر وللطائع وللعاصي، وبقي عطاء آخر أعلى من هذا العطاء هو عطاء الألوهية المعبودة. ومعنى المعبودة التي تطاع إن أمرت أو نهت، ذلك خاص بالمؤمن فقط. ولما كانت خصوصية الألوهية عبادة، والعبادة تقتضي تكليفا بفعل ولا تفعل، فهي أمر زائد على مسببات الكون ونواميسه الطبيعية التي تخدم كل إنسان. لذلك جعل الله لهذا الامتداد التكليفي الذي يخرج الإنسان عن مختاراته لمرادات ربه في افعل ولا تفعل، جعل له امتدادا حياتيا آخر أطول من هذه الحياة. ولذلك حينما تكلمنا عن الحياة قلنا يجب أن تفهم بوضعين: الوضع الأول الحياة التي تدب في البدن لتنشأ له الحركة والإحساس والفكر إلى آخره، وحياة أخرى فوق ذلك. تلك الحياة الأخرى سماها الله حياة. لماذا؟ لأن قصارى ما تعطيه الحياة المادية الأولى أن تنتهي بانتهاء هذه الدنيا. ودنيا الناس كما قلنا تقاس دنيا كل واحد بعمره فقط، فلا تقاس دنيا واحد بعمر الناس جميعا، فدنيا كل واحد هي حياته فيها، وما دامت منتهية فذلك هو العطاء للحياة الأولى التي نفخ الله روحا في البدن فأعطاها الحركة والحس وأعطاها الفكر وأعطاها الإرادة وأعطاها ما أعطاها. ولكن هناك حياة أخرى أكثر من هذه الحياة التي يقول الحق عنها: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. تلك هي الحياة، لأن ما دام قصار الحياة التي نعيشها أن تكون أعمارنا فيها، والأعمار ليست محدودة وليس لها زمن موقوت وليس لها سبب وليس لها علة، إذن فالحياة التي لا تنتهي هي التي يجب أن تسمى الحياة. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، لو ولذلك ما سماش حياة،
بالغ فيها فسماها لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لأن الحياة كما قلنا إما أن نتركها نحن بنعيمها وإما أن يتركنا النعيم فيها، لكن في الآخرة لا نعيم يفوتك ولا موت يلحقك، تبقى إذن هي الحياة. وإذا أردنا أن نستقرأ القرآن لنستدل على هذه الأقضية نجد القرآن واضحا في إعطاء هذه الحياة، فهو يقول سبحانه استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما يحييكم، فكأن المخاطبين ليسوا أحياء، المخاطبون أحياء، أنهم أحياء بالحياة الأولى التي تدب في المادة فتتحرك وتحس وتفكر وتدير، ولكن الحياة الثانية هي المقصودة للحق. إذن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فكأن من لم يستجب يأخذ الحياة الأولى بمواقيتها وتوقيتها وأجلها، ولكن لا يأخذ الحياة الباقية الخالدة أبدا. ولذلك كما سمى الله الموجد للحياة الأولى روحا فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، أعطته الحس والحركة والإرادة وإلا أخر. وسمى أيضا ما يعطي الحياة الثانية روحا أيضا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، تلك هي الروح التي تعطي الحياة الحياة الثانية. إذن فالحق سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق أعلمنا كيف خلق هذا الخلق، خلق أولا الخادم ثم خلق السيد المخدوم الذي تصب كل الأجناس في خدمته، وبعد ذلك أعلمنا أنه خلق السيد المخدوم بأن صوره من طينة وتراب، وبعد ذلك نفخ فيه الروح فخلق آدم، ثم خلق حواء فأوجد العنصرين اللذين بهما تتكاثر الحياة. إذن فكل تكاثر في الحياة كما قلنا سابقا ينشأ من زوجين، ومن كل شيء خلقنا زوجين، فكل ما يتكاثر لا بد أن يكون من زوجين، فسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، وذلك نعرفه لأننا نلقح النخل ليصبح أو لينضج ثمره، ومن أنفسكم نتزوج عشان نتكاثر، ومما لا تعلمون، فكأن هناك زوجية أخرى للتكاثر ولإيجاد أشياء لم يكن الإنسان يعلمها وقت نزول القرآن، ولكن القرآن نبه إليها إجمالا ومما لا تعلمون. إذن فإن علمنا شيئا الآن نقول هذا مما لم نكن، وسنظل نقول ومما لا تعلمون إلى أن تقوم الساعة. إذن فكل شيء في الوجود موجود من تكاثر بين زوجين. اللغز الذي يجب أن يحل والذي رمز الله إليه في هذه الآيات هو لغز كيف يبدأ التكاثر. قلنا خلق آدم وخلق حواء ثم جعل من آدم وحواء ذرية، طب نريد التكاثر بهذه الذرية، كيف يوجد التكاثر؟ التكاثر يوجد بزوجين، ده كلام صح، ولكن يجب أن نعلم أن الزوجين حين يجتمع كلما كانت لكل زوج عناصر ومقومات ومواهب، إذا جاء الزوج الثاني المتمم للزوجين بهذه المواهب وبهذه العناصر ما يخلقش زائد. إما يخلق الزائد إزاي؟ بأن يوجد لزوج مواهب وعناصر ولزوج آخر مواهب وعناصر، فإذا التقى الزوجان بمواهب متعددة وعناصر متعددة وجد التكاثر بشيء زائد قوي. إذا كان إنسان له موهبة هندسة وإنسان آخر له موهبة هندسة، إيه اللي يستفيده من بعض؟ إن مواهب عنده موهبة هندسة وواحد عنده موهبة كيمياء، لما يبقوا ويا بعض يفيد ده وده يفيد ده يقوم يجب تكاثر. إذن فلا بد أن تكون الزوجية متباعدة، يعني هنا عناصر وهنا
حتى اذا التقى العنصر ده بالعنصر ده يوجد جيل ايه؟ شيء جديد. لا تعتقد ان شيئا في الوجود جديد، كل شيء في الوجود قديم بقدم خلق الله له، ولكنه مطمور في الكون. فكلما تكاثرنا نحن المخدومين تكاثر ايضا لنا الخادمون. فاذا كنا نريد ان نتكاثر يبقى ربنا اراد ان يسن لنا قضية التباعد، وقضية التباعد دي يعني بين الزوجين ما يبقوش شيء واحد. فاول ما عرفنا التحريم قال حرمت عليكم امهاتكم لانني جزء منها، عناصر هي لما يجي نتجوز يبقى العنصر ده عنصر هو يطلع جيل متهافت جيل، وبعدين اللي نشأ مني الله بقى من نشأت منه هي الأمومة، ومن نشأ مني هي البنوتة البنت. قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وبعدين الله وأخواتكم لأنها من أصل أبوي قريبة الله، وإيه كمان والعمة لأن الله، والخالق وبنات الأخ وبنات الأخ، عادي سلسلة كده. إذا فالمسألة كل ما نشوفها بتبعد. طب إذا كان هذا هو الموجود، أهذا هو الموجود في أول نواميس الكون أم الموجود في نهاية التنظيم للتكاثر في الكون؟ في النهاية. إنما لما نكون هنعمل كده ونقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، صح دي مسألة لأنني أنا من الأم والبنت مني، ما تنفعش الحكاية خالص. طب وبعدين؟ طب ما دام يجي التكاثر ازاي بقى؟ ان قال برضو واخواتكم يبقى لا يوجد تكاثر ابدا، لا يوجد تكاثر في اوليات الخلق ابدا. الله اذا لابد ان ينشا ان الواحد يتجوز اخته الاول، وبعدين لما يتكاثر النسل شويه نبقى نحرم الاخت ونمشي كده في التحريم كل ما، والا لو كان كده ما كانش يجي تكاثر ابدا. طب ادم خلف وبعدين عايزين نتكاثر، كل اللي موجودين ولاد ادم وحواء، طب هيتكسروا ازاي؟ يبقى لازم نشوف لنا صرفه في الحكايه دي. فربنا جاب لنا القصه دي علشان يبين لنا الاصل التكاثر بيانا رمزيا. ايه هي بقى؟ قال لك لما خلف ادم قال لك برضه كلمه التباعد في الزوجيه موجوده، ولكنه التباعد الاضافي. معنى التباعد الاضافي يعني مش تباعد كلي، تباعد ايه؟ اضافي. قال لك صحيح هيبقى دي الولد دي اخت اخو البنت دي والبنت دي اخته، لكن لما تكون مولوده وياده وتيجي في بطن تانيه تتولد ويا ولد تاني في تاني سنه هتبقى فيها بعد اضافي. يبقى نقول نزوج البنت بتاع البطن ده هي للولد بتاع البطن الايه الجاي، والولد بتاع البطن الجال للبنت بتاع البطن دي، يبقى فيه تباعد اضافي لا يمكن ان يوجد تباعد اكثر من هذا. والعالم لا يزال في بداية طفولته الواهبة، يبقى لسه المسألة. هذه المسألة احنا بنعملها ازاي؟ ما كنا نفهم في الفلاحة زمان يوم لما يجي يقول لك ايه الدورة بتاعك بيبقى خايب ليه؟ انا باخد من الارض ده هي اللي انا اتخدت منها الدورة واديلها تقوي منه، انا زارع فدان درة اقوم احش لي كلتين ثلاثة عشان اعملهم تقاوي وازرعهم، يوم يطلع الدرة ايه ضعيف، نقوم نقول له يا شيخ هات من درة جارك. يبقى درة جاري فيه شيء من البعد، وبعدين لما بقى جاري برضو التحمنا ببعض وهو ياخد مني وناخد منه بقت نوعية واحدة، قلنا بقت من بلد تانية، وبعدين خدنا من بلد تانية ووزعناه قلنا بقت من قارة تانية. ولذلك التهجين والتكاثر نشأ ازاي؟ بنجيب تلاقيه منين؟ كل ما نجيب من بره تلاقي ايه؟ تلاقيها قوي. كذلك التزاوج. ليه؟ قلنا علشان الزوجيه دي يبقى فيها مواهب، والزوجيه دي يبقى فيها مواهب، لما يلتقي الموهبتين مع بعض ينشأ ايه؟ ولذلك فطن العربي قديما لها. فطن العربي، ومن العجيب ان العربي البدوي الذي لم يشتغل بثقافة ولم نعرف له تعلما ولا علما يهتدي إلى مثل هذه الحقيقة اهتداء، يجعلها قضية عامة فطرية يقولها هكذا. يقول ايه؟ يريد ان يمدح رجلا بالفتوة فيقول عنه فتى لم تلده بنت عم قريبته، فيضوى
وقد يضوى سليل الأقارب. الله، ازاي الشعر ابتدى لدي وبعد ذلك يقول لك تجاوزت بنت العم وهي حبيبة الي مخافة ان يضوى علي سليلها. هو بيحبه انما تجاوزها ليه؟ حتى لا يضوى ايه. ولذلك الشاعر لما خد القضية دي يقول لك ايه، انصح من كان بعيد الهم تزويج اولاد بنات العم فليس ينجو من ضوى وسقم. الشاعر العربي اللي لك امة مثقفة ولا تعرف الحاجة دي ولا تعرف التلف ولا تعرف التهجير ولا تعرف الحاجات دي اهتدى الى هذه المسألة ازاي؟ نقول اما ان يكون قد اهتدى اليها بواقع الكون فوجد ان زواج القريبات ينشئ نسلا ضعيفا، واما ان يكون ذلك من رواسب التدينات القديمة والعظات الاولى التي ظل الانسان محتفظا ايه بها. فاذا اراد الله ان هو يبدأ تكاثر يبقى لابد ان يتزوج اخ باخته، ولكن نريد ان هو اخ واخته نقول له نبعد بقى ناخد البطن دي. ولذلك لما جم ينسدوا القصة بتاعت ايه ابني ادم اللي هم قابيل وهابيل فيختلفوا وقعدوا يكلمهم مثلا سفر التكوين قعد يتكلم، فاحنا بنبقى ناخد من سفر التكوين لان التغيير فيه ما يهمهمش، التغيير في المسائل اللي تهمهم مسألة نبوة محمد وهو الاخر، انما يمكن المسائل التانية دي تبقى خالية ومع ذلك فيها ايضا كثير من الايه. فمثلا هو يقول لك ان صحيح اول قتيل في الاسلام اول قتيل في اول واحد مات، نقوم نقول له صحيح اول واحد مات ليه؟ اللي هو هابيل اول واحد مات قتلوا مين؟ قبيل. يقول لك بعض القصص يقول لك ايه وما كانش عارف ازاي يموته ولا يقتله، فالشيطان مثله بانه جاب طير وحطه بين حجرين ورضخ الايه ورضخ بين راسه فعلمه كيف يقتل زي ما الغراب هيجي علمه كيف يدفن. اما مسألة كيف يقتل دي فلم تأتي عندنا، انما كيف يدفن جت عندنا ولا لا؟ فبحث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخي. يبقى مسألة الوفاة هي اللي تبقى ده اول متوفى، وإلا لو كان ده تاني متوفى كانت عرفت المسألة دي يبقى دلل على انه اول متوفى. انما كيف تقولون انه ما كانش يعرف القتل حتى ان جاله طير وعلمه يجيب له بين راسه بين حجرين ويضرب راسه بالحجر؟ نقول له يا شيخ انت ما بتاخدش بالك، لانه اذا كان هو بيقول له لاقتلنك قال له انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت الي ذاك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. يبقى فاهم القتل ولا مش فاهمه؟ تبقى ما يقولوش تعلمناه بقى، يبقى يشوفوا لهم شغل غير ما فيش. صحيح مساله الدفن دي جديدة. فالقصة جاية علشان تثبت لنا كيف بدأ التكاثر، ليجمع الله فيه بين الزوجين البعد الإضافي، لأن البعد غير الإضافي غير ممكن، أنهم لازم هيكونوا أختين. فيبقى يعمل إيه؟ يجعل البطن شيء واحد والبطن الثانية شيء، فيبقى دي بالنسبة لي أجنبي وده بالنسبة لي إيه، لحد ما يتوسع في الأمر. وبعدين نبقى نقول الاخت كلها من اي بطن ما تنفعش، وبعدين يتوسع في الامر وننقلها بقى للعشر ايه للعشر ايه للعشر محرمات كلام على. فيبقى بقى اذن القصة هذه يكون لها اصل. هنيجي نقول له طيب هما قالوا نقرب قربان ليه؟ اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. نقول له عايزين يقدموا قربان ليه؟ تبقى هي بقى دي ضرورية. هي علشان ايه؟ علشان ايه؟ ام قال لك برضو لما قالوا لنا ان اخت قابيل اللي كانت في بطن وياه كانت حلو، واخت هابيل ما كانتش جميلة. فلما نيجي على قاعدة التباعد في الزوجية قلنا هابيل ياخد اخت مين؟ قابيل. وقابيل ياخد اخت مين؟ فحسد صاحبنا حسد، قال ازاي ياخد اخت الحلوة؟ انا اولى باخت دهيا وما اخدهاش. فايه سيدنا ادم لسه قريب عالي بالوحي وبالسمع، قربوا قربانا وشوف ايه، لانه يعلم جيدا ان القربان سيكون في صف التباعد. قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. بعض الناس المفسرين يقول لك والله احنا ما عرفناش طريقه التقبل ايه، نقول له لا يا اخي، فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر وقربان، نبحث عن قربان في القران،
نشوف ايه القربان وردت في القرآن كتير ولا ما وردتش؟ وردت. طيب ايه الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار؟ مش هم قالوا كده؟ قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم. وبالذي قلتم اللي هو ايه؟ قربان وتأكل النار. يبقى ده كان معروف ولا لا؟ اذا فاحتكام الاحتكام الى قربان وتأكله النار يبقى علامة التقبل من السماء ان يتقرب ده بشيء وده يتقرب بشيء. فالقربان الذي تنزل له نار من السماء فتأكله يبقى ده صاحبه ايه؟ هو ده المقرب. يقول لك طب وايه النار دي؟ اما قال لك ما اصلا المساله كانت الاول ما فيش فقير عشان ايه نديله وياكل وما وهبها ياخذ خالقها وخلاص وتنتهي المساله. ما كانش لسه الحكايه بتاعته. يبقى اذا القربان كان عشان ايه؟ علشان نشوف مين اللي يتجوز الحلوه ومين اللي يتجوز الايه؟ الوحش. لكن ارضي المهزوم بهذه ام قال لك لا حسده؟ اول تأبي على مرادات الحق في تكليفه. هذه اول تأبي على مرادات الحق في تكليفه هي هذه. فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. طبعا بقى القصص قال لنا ان كان هابيل صاحب درع. درع يعني ماشية. ماشية يبقى عنده زبد وعنده لبن وعنده جبن وعنده حيوانات للحم وبتاع. ودوكا صاحب زرع. فقابيل قال لك ان هو لما جه قدم شرار زرعه وهابيل قدم خيار زرع خيار ايه ماشيته. فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الايه من الاخر. قال لاقتلنك. بالمنطق كده لما واحد ده هو جايب احدهما واحدهما ما قالش لقابيل ولا هابيل ده جايب المساله مردده بين ايه. طب فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر يبقى قال لاقتلنك. مين بقى اللي ما تقبلش قربانه؟ ليه؟ لانه ما حققش مراده وغرضه. قال لاقتلنك. قال انما يتقبل الله من المتقين. الله. طب وده الرد ده مناسب لاقتلنك؟ قال له ايوه مناسب. لان لاقتلنك لان قربانك قبل وقربان. طيب وقرباني قبل وقربانك ما قبلش ما دخلي انا في هذه العملية؟ الدخل في العملية للقابل للقربان. يبقى انا ماليش دخل فيه. وربنا ما قبلوش لان الله لا يتقبل الا من المتقي. وهو يعلم انك انت مش متقي. فلم يتقبل. مش متقي ليه؟ لانك تأبيت عن الحكاية بتاع ده ياخد دي وده ياخد ايه. فدي اول تمرد على ايه؟ على منهج الله وعلى امره. يبقى انت ما تلومنيش انا لا دخل لي في تقبل القربان وعدم تقبله. انما العملية دي عند مين؟ من الله. والله ما ظلمكش لان ربنا بيتقبل من مين؟ من المتقين. سلسلها بقى كده. وانت البعيد مش متقي. ليه؟ لانك انت مرضتش بالحكم الاول في ان تبتعد البطون. انما يتقبل الله من الايه المتقين. لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. كلمة بسط ديا احنا عارفين ضد القبض. انما فيه بسط له وبسط إليه. تجد بسط له كأن البسط لصالح المبسوط له. ولو بسط الله الرزق ما قالش إلى عباده قال لعباده. يبقى البسط لصالح مين؟ المبسوط له. لكن البسط إليه يبقى البسط لصالح الباسط بقى. ولذلك لا يكون الا بشر. لا يكون ايه؟ احنا قلنا زمان في حلقه قبل كده اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم. بيبسطوا ايديهم والسنتهم اليكم مش ليكم. يبقى اللي يبسط لك يديك نفع. اللي بيبسط اليك النفع لمين؟ نفع له هو. لئن بسطت الي
يدك لتقتلني ايه لتقتلني بينت لها الى ايه بينت مدلول ايه الى لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك والعله لا عجز عن مقابله قوتك بقوه لا مش عجز وانما ليه لانني اخاف الله ولا تقصر في الدفاع لانني اريد ان احننك تحنينا يرجعك الى صوابك ساعة ما يجي واحد عايز يقتل واحد كده ويقول له والله انا مانيش قتلك ولا اي حاجه لانني بخاف ربنا يبقى بين له ان خوف ربنا دي مساله مستقره في الذهن حتى انها قابلت استبقاء الحياه فيمكن كونه يعرفها في نفسه كده يختش على العرض واحد يقول لك ده ما دافعش لا ده دافع باقوى مدافعه ليه قال لك لان الذي يدفع عن نفسه القتل هكذا بيدفع بقوته هو لكن اللي بيرده الى الحق الاعلى يبقى بيدفع بقوه الحق الاعلى يبقى ده بيقول لك ده سلبي ما هو السلبي ده وداه لايه لاقوى لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك يدي اليك لاقتلك ايه قراءه عشان زود مفهوم ما هي اصل المضاف لياء المتكلم يا صح تيجي بالسكون يا صح تيجي بالحركه طيب يا سيدي شوف بقى هنا الفرق في العبارتين لئن بسطت وما انا بباسط دي جابها بالفعل زي ما بيقولوا دي جابها بالايه بالاسم بسطت تفيد التجدد يعني انت هيتجدد عندك الايه الشر انما انا ببسط اللي مش ممكن هتحصل مني مش ممكن إني أخاف الله رب العالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه إني أريد أن تبوء بإثمي وإسمي وهو أخاف الله رب العالمين لازم تولد دي إني أريد أن تبوء بإثمي تبوء يعني ترجع أي ترجع من صفقة القتل بتاعي بإيه بإسمي الاسمي اسم مضاف لياء المتكلم احنا قلنا ان الاضافات مرة تأتي بمعنى من ومرة تأتي بمعنى اللام ومرة تأتي بمعنى في طيب اسمي اسم لي لا ما فيش اسم منك اسم مني ما فيش اسم مني يبقى اسم يقع فيا من عملك ان تبوء باسمي يعني بايه بعقوبة قتلي أن ترجع أنت بعقوبة إيه؟ قتلي. واسمك؟ طب ما هو عقوبة قتله هي منه؟ أم قال لك لا والاسم الذي كان من أجله أنك أردت أن تقتلني. أنك أنت تأبيت على المنهج، ما تقبلش قربانك ربنا ليه؟ لأنك أسمت في عدم قبول إيه؟ التباعد المطلوب في الزوجية، يبقى أنت عندك إيه؟ اسمين. الاسم الاول اللي الذي من سببه لم يقبل قربانك ادي اسم الاسم الثاني انك انت عايز تقتلني وانا لا دخل لي في هذه الايه المساله ان تبوء باسمي واسمك فتكون ايستطيع واحد ان يتمنى لانسان معصيه لا ان تبوء باسمي يعني بعقوبه الاسم عليه مش كده وبعقوبته وكون هو بيقول العقوبة دي جزاء الظالمين كده ربنا قال جزاء الظالمين ولا لا لان الظالم لازم ياخد جزاء انت ما تمنتش ان يكون عاصي ده انت بتقول ان كان يعصى بهذه يبقى ايه يبقى يبوء باسمه وياخد جزاءه تبقى انت تمنيت له الايه ان يعود الى العقاب ان فعل طب وان لم يفعل ما انتش عايزه يفعل ما انتش عايزه يفعل اني اريد ان تبوء باسم ايه واسمك فتكون من ايه من اصحاب النار فطوعت وذلك جزاء الظالم ما دام جزاء يبقى لك ان تتمنى ربنا يجزى الظالم يا حاجه انما تقول ربنا يجعل الواحد يظلمني هو ده اللي ما يتمناش فانت لا تتمنى ان تقع معصيه من غيرك انما تتمنى ان وقعت معصيه منه ان يقع عليه الجزاء لان جزاء الظالمين
وجزاء الظالمين دي تربية عاجلة للوقوف أمام سعارات الظلم من الظالمين، لأنه لما يجي كده ويسيبها للآخرة يستشرق، والذي لا يؤمن بالآخرة إيه الموقف يكون منه بقى؟ ده كان خلاص يبقى فائد بقى، نقول له لا. ولذلك احنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى ضرب لنا ذلك المثل في سورة الكهف حينما ذكر لنا قصته ذي القرنين الذي آتاه الله من كل شيء سببا واتبع ايه، وبعدين بين لنا مهمة من اوتي الاسباب واتبع الاسباب، مهمته ايه في الارض، آتيناه من كل شيء سببا ايه فاتبع سببا، ايه مهمته في الكون؟ أم قال لك هي مهمته هجاية في القضية دي علشان عمارة الكون وصلاحه وتأمين المجتمع. قال إيه؟ حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. طيب ده في رأي العين، زي أنت ما تكون كده راكب البحر وتشوف إن الإيه الشمس بتغرب في المية، هي ما بتغربش في المية ولا حاجة، هي بتغرب في المية في مرأة إيه، لأن الماء هو نهاية امتداد أفقك. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين إيه حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين أنا ما يعنيش من ذو القرنين الإسكندر، ما ليش مصلحة، أنا واحد مكنه الله وأعطاه الأسباب وأتبع الأسباب بالإيه الأسباب، ما مهمته في الكون؟ قال قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنة، يبقى خيره يا تعمل كده يا تعمل كده. قال اما من ظلم فسوف نعذبه، ذلك هو القانون اللي يجب ان يسير في المجتمع. ليه؟ عشان ما اتركش لمن لا يؤمن باله ولا يؤمن باخره يستشري في الظلم، نديله دي لحظه الاول كده، نديله لحظه في الايه، وان الذين ظلموا عذابا دون ايه يعني قبل الاخره يبقى لهم لازم يكون لهم ايه لهم عذاب. ولذلك يمكن لما الناس تشوف ظالم كده وبعد ذلك تشوف مصرعه او تشوف الخيبه اللي حصلت له او الى اخره دي تكلم الناس ايه تقول يا سلام. ولذلك احنا يمكن جيلنا احنا عاصر ظالمين كثيرين، ولو مكن المظلومون منهم ما فعلوا بهم ما فعلوه ببعضهم، مش ممكن. لازم كده قدامنا علشان ايه تبقى المساله واضحه كده. أما من ظلم فسوف نعذبه ولا ينتهي أمره بذلك، وبعدين يرد لمين؟ فيعذبه عذابا نكرا، يعني ده عذابنا هيبقى محتمل لأنه عذاب منوط بقدرة العاجزين، إنما دوك عذاب تاني. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء حسنى وسنقول له من أمرنا يسرا، ذلك هو تلك هي مهمة القوي الممكن، الذي يظلم يضرب على يده والذي يحسن عمله يدله الايه الحوافز بقى. واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الايه الحسن وسنقول له من امرنا يسرا، يعني نكرمه نقول له يا سلام عليك يا مش عارف ايه يا ايه يا ايه، مش ننقل الحوافز بقى للكشوفات الدكاكين. فطوعت له نفسه قتل أخيه، طوعت، لا يقال طوعت الشيء إلا إذا كان الشيء يعني متأبيا على التطوع، ما تقولش أنا طوعت المية، إنما تقول طوعت الحديد، يبقى الشيء اللي هو إيه طب طوعت له نفسه قتل أخيه، طب طوعت إيه؟ طب ما هو نفسه، ما هي نفسه اللي هتقتل وهي نفسه اللي طوعت. نقولك لا، خد بالك بقى هنا إن الإنسان هيبقى فيه ملكتين اتنين، ملكة فطرية تحب الحق وتحب الخير، وملكة أهوائية تخضها للهوى، فالملكتين بيعملوا إيه؟ بيتصارعوا، ولما يتصارعوا نشوف مين اللي هتغلب بقى.
فطلعت له نفسه قتل اخيه، كان النفس الشريره الاهوائيه تغلبت على الايه، فكان بيبقى في تجاذب ولا لا؟ في تجاذب. ام قال لك طب ودي تنشا ليه؟ عشان ايه دي؟ ام قال لك لان الانسان لا يحب الظلم ان وقع عليه، انما ساعة ما يتصور ان هو اللي يظلم غيره يمكن يشجع، ولكنه يرى ان فيه مظلوم مرة وفيه ظالم مرة، المظلوم بيبقى مبسوط اللي خد ايه حظه، والظالم بيبقى، فالصورة اللي بيشوفها في الذهن دي وفي المجتمع هي اللي بتتصارع. فطوعت له نفسه، تبقى المسألة ما جاتش كده يعني، برضو لا يزال فيه بقية من آثار النبوة لأنه قريب من آدم، لسه المسألة إيه بتتأرجح وياه. وإحنا قلنا إن في حاجة الشر في من الأخيار ينحدر، والشر في الأشرار يصمد. يعني إيه؟ يعني تيجي الراجل طيب وواحد نرفزه يقول والله ان شفته نظر برصاصه هو خير، ولا اضربه قلمين، ولا وبكه، الله الله الله، كل ما سعار الغضب يخف شويه ايه تنزل ودوك، اقول فلان ده قابلته انا هتف في وشه، ولا اضربه قلمين، ولا اضرب له يبقى الشر في الشرير يعمل ايه؟ صعب. يلاقي العمليه دي ما تكفيش للغضب اللي عنده يوم يصعدها، انما الخير نفس عن نفسه بكلمه مش كده، وبعدين لقاها صعب شويه قام قال لك يتنزل فيها كده. ولذلك انت تلاحظ مثلا في سوره سيدنا يوسف قالوا ليوسف ايه واخوه احب الى ايه ونحن عصبه. العجيبه انهم هم يعني بيجيبوا التعليل ضدهم عشان يعرفك ان الهوى والغضب والحسد والحقد بيقلب الموازين. طب هي ونحن عصبه دي انكم اقوياء وانكم مش عارف ايه، هي دي اللي خلته يعترف على الصغير، هي دي اللي خلته يعترف على الصغير. انتوا جايبين الحسيه اللي ضدكم، انتوا بتقولوا لا يوسف واخوه احب الى ابينا من ايه ولا انه صغير. ما هو سؤال العرب قالوا له مالك بتحن للواد الصغير ده كده، قال له يا اخي من ابسط الطريق كده، قال له لانه اقصر الايام معي، البكر قعد ويا طويل، والتاني قعد اكتر، والتالت هو ده اقل الايام، فانا بعوض له الايام اللي فاتته، بعوض له شويه حب، بديله شويه حنان، ما يجراش حاجه. فيقولوه ونحن عصبه، كانت ضدهم دي ولا لا؟ مما يدلك على ان الراجل ساعه ما تتلخبط عليه موازين القيم يجيب الحجه اللي ضده ويفهم انها ايه؟ نعم. وبعدين يقولوا ان ابانا لفي ايه؟ طلع. طيب ادي فهمنا اتفقوا يعملوا ايه؟ قال اقتلوا يوسف على طول او اطرحوه ارضا، لانهم لسه باصباط ولاد يعقوب، اقتلوا يوسف او اطرحوه ايه او القوه في غيابتي يلتقطه بعض السياره. الله، انت بتوضب له النجاه، يا سلام، شغل بقى ايه لسه يعني النفس برضو فيها ايه. الاول قالوا ايه اقتلوا يوسف، ادي بقى شلة الغضب، او اطرحوه ارضا يخلو لكم. طب يطرحوا ارض يمكن حاجة تاكله ولا حد مش عارف ايه. ام قال واحد تاني قال مقتل المسمع، ما نلمي في غيابة الجب ويلتقطه بعض السيارة. يا سلام، اذا الاخيار ايه عمالة تخف. فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله، فاصبح من الخاسرين. ما هو الخسران؟ اولا نحن نعرف في قضية التجارة ان فيه مكسب وفيه مكسب، يعني رأس المال جاب زيادة عليه، خسارة يعني رأس المال تخد. طيب هو لما اتلقوه، ما دام الحكايه دي اول واحد مات وربنا علمه ازاي يدفنه ومش عارف ايه، اذا اخوه ده كان لسه هو اخوه الوحيد، كمل عليه الدنيا اخ ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زين، وبعدين جدت حكايه مين؟ حكايه البنت دي.
فهو حب ايه ياخد اخته الحلوه ويسيب دكه. لما عمل العمليه دي والقربان عمل ايه؟ منعه طبعا من الحكايه. وبعدين فقد اخوه، يبقى فقد اصل راس المال ولا لا؟ هو كان عايز يكسب، هو خسر ولا ما خسرش؟ يبقى خسر، فاصبح من الايه؟ من الخاسرين. الله. فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. السوء نعرف انها ما تتكرهه النفس، ساء يسوء سوءا يعني يعرضه لما يتكره، وسمينا العورة سوءا لان دي يعني طيب. فبعث الله غرابا يبحث في الارض. خدوا بالكم ان احنا بنفهم ان الجمادات والنباتات والحيوانات ديك مننا يعني ما بنشوفش لها، نقول لا ده بيبقوا جنود ربنا يسلطهم، يقولوا اعملوا كذا واعملوا كذا واعملوا كذا، بس مكلفين في اشياء احنا ما بن ايه مدركهاش ابدا. بدليل ان النمله ساعه ما شافت جيش سليمان جاي قالت ايه؟ ادخلوا مساكنكم، لا مهمه، لا شغل، لا ايه شوف. فبعث الله غرابا يبحث في الارض. هل بعث الله حتى يري قابيل ازاي يواري سوء هابيل، ولا الغراب اللي هيقول له انت بعضها يا اخي ما دام ربنا اللي بعته، يبقى ان كانت هتنظر للوسيله القريبه يبقى الغراب، وان كنت هتنظر لوسيله الباعث يبقى الله، تبقى المساله كلها واصله لمين؟ وهو انت لما تقعد تيجي تزرع، لما تيجي تزرع وبعدين تروي وتطلع الثمره، ما هي الاسباب دي؟ انما طب ما تنسب الاسباب الى الاولى الى تجدها هي من مين؟ كلها من الله. ولذلك برضو قلنا هتعمل عمليات، عمليات مش ممكن تنشا الا من الله، عناصر الاختيار وعناصر النجح والعمليه دي كلها ملهاش الا مين؟ يبقى ان قلت فبعث الله غرابا يبحث في الارض، ان ربنا عشان يوريه نقول له طبعا فبعثه، ولا يبحث الغراب في الارض ليوريه، وتبقى قد بعضها ولا لا؟ قد بعضها. ولكن الذين اثروا ان يقولوا فبعث الله غرابا، قال لك ما هو ربنا ثبتت له القدره والطلاقه في القدره والتسخير من بعث الله غرابا، خلي يبحثوا في الارض ليريه علشان تبقى صفعه لمين؟ يبقى الحيوان الاعجم اللي احنا بنقول ما بيفهمش ايه هو اللي علمنا، هو اللي ايه؟ اذكروا زمان احنا قلنا في البهيمه، البهيمه هي اللي بت ايه؟ هي اللي بتفهمنا. نعم. فبحث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. قال يا ويلتا. كلمة يا ويلتا دي ساعة ما تسمعها بيبقى لها معنيين في الاستعمال. المعنى الاول الويل اولا هو الهلاك، وان اردنا المبالغة في الهلاك نقول ويلة، ويلة مش نجيبها بالمذكر، نجيبها بالايه؟ بتاء التأنيث. ولذلك لما بنحب نبلد في واحد نقول له فلان عالم وفلان علام وفلان ايه علانة، يبقى ده يعني فالتأهينة بتيجي عشان تأكد الايه. فاذا الويل الهلاك وويلة ايضا الهلاك، تبقى يا ويلتي. يعني ايه يا ويلتي؟ نحن نعرف ان 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 النداء يا نداء، طب والويل ده والهلاك بتناديه ازاي وهو ينادى غير العاقل؟ نقوم نقول له لا ينادى. ليه؟ ام قال لك لان ما دام الويل والويل الهلاك، كانك انت بتقول انا لم اعد اطيق ما انا فيه من الهم والغم، ولا يخلصني فيه الا الهلاك. يا هلكت على دواتك، يا هلكت تعالى ادي ايه، يبقى يا ويلتي يعني يا هلاك تعالى دي ايه. المتنبي فطن الى هذا المعنى، قال ايه؟ قال كفى بك داء ان ترى الموت شافيا.
ده يبقى ده ايه اللي بتقول يا رب ريحني واموت. يا رب ريحني واموت ديا هي كفى بك داء ان ترى الموت وحسب المنايا ان يكن امانيا. الامنية تبقى الموت ده دي مسألة تبقى صعبة. ده اذا اللي هو شايفه اكتر من مين؟ اكتر من الموت. والى لقائنا اخر ان شاء الله.